طبعا موضوع تنسيق الأزهار شيء بده يعني ذوق وبده موهبة ويكون في حب لهاي المهنة من الداخل، يعني في ميول إلها وفي أيضا فن وإبداع وابتكار لأشياء جديدة. ركان الإسكندراني طبعا شاب أردني واعد في هذا المجال، منشجع شبابنا على الحرف وعلى الصناعات وعلى التوجه لهيك أشياء، لأنه الآن إحنا بنعرف مع ارتفاع نسبة البطالة عندنا مش غلط شبابنا يتوجهوا يعني بعد ما ياخذوا شهادتهم لهي المواضيع. ركان اسكندراني اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. بسالك اكم لك في هاي المهنه احنا ممكن نسميها، فحكيت لي 6 سنوات تقريبا. بلشت بكير يعني. يعني من عمري 18 تقريبا. كان عندك ميول من الاول؟ يعني شوي خفيف يعني، كنت اقعد عند اصحابي، اروح عند اصحابي كلهم محلات الورد وهيك. وكنت اتعلم هيك شوي شوي اتعلم. يعني اللي بيميل للورد يعني مرهف بيكون إنسان. يعني شوي. طيب احنا الكاميرا راح تستعرض شغلك ركان. تمام. تنسيقات كتير حلوة، مزجت بين الورد والشوكلت فيها هاي فكرة جديدة. فكرة جديدة يعني احنا تعودنا الورد ولحاله مرات، واذا بدنا نحط فيه كهدية بسيطة بس لا هاي جديدة انه الورد والشوكلت للمناسبات، وخاصة احنا بنحكي هلا مثلا في اعياد وفي مناسبات وفي صيف. مزبوط. فنحكي كيف بلشت فيها من البداية، كيف كانت تنسيقاتك، كيف اشتغلت في هاي المهنة بالتحديد؟ هلا اول شيء كنت اشتغل هيك شوي على الخفيف، اي شيء هيك، المهم اني اشتغل، المهم اني اشتغل. بس شوي شوي صرت اعمل الوان مع بعض، انسق الوان مع بعض شوي شوي، بعدين صرت اطلع افكار من راسي. وين الحمد لله صرنا. وهذا شغلك اللي احنا بنشوفه. شوف شو حلو، يعني انت محدد المناسبات للاعياد، للتخرج، للمناسبات الثانيه. كيف اجتك فكره تحط الشوكليت مع الورد؟ يعني اجت يعني هي تقريبا زي حلم. زي حلم من البدايه. لا تحكي لي حلمت فيها. يعني تقريبا من كثر حب الشغل بالورد وهيك شغلات يصير الواحد يحلم بالموضوع. طيب في اقبال على هاي الاشياء يعني؟ في موجود. في موجود. شو اكثر المواسم اللي بتتم فيها بيع الورد؟ بالصيف. بالصيف. انت رح تنسق لنا هلا صح؟ بنسق لك ما في مشكله. نشوف؟ يلا. يلا نبلش فيها. طبعا انا اخترت السبرينج فلاور. بعيدة عنك الطاولة؟ لا تمام منيح. هذا الجوري؟ هذا الجوري. اوكي. وهذا التيوليب، هذا التيوليب شتوي بس احنا جايبينه مستورد. التيوليب كثير حلو. هلا في تنسيق في طول الورد وفي تدرج الوانه كمان في هذا الموضوع. بتاخذ معك التنسيقه كثير ولا لا؟ يعني بالكثير 10 دقائق. وكيف بتجيك الفكره وانت بتشتغل؟ وانا بشتغل. انا سالتك برا الهواء انه تدربت في مكان، اخذت دورات، فحكيت لي لا. لا لا ما دلوقتي. كلها ميول شخصية. كله ميول صح؟ شوفوا على السريع يعني. طبعا انا بالعاده ما بستخدم المقص. ايش هذا اللي كيف؟ هيك مستخدمه صح؟ انا ما بستخدمه بالعاده يعني. هلا كمان لانه بكره يمكن الاعياد. فيمكن هلا كمان هلا ببلش موسم. مزبوط. انا ملاحظه من تنسيقاتك ركان انه كلياتها تنسيقات الورد فيها مو طويل يعني. هلا في بنعمل الطويل وبنعمل القصير. بس كل وحده لها شكل، عرفتي كيف؟ او لها مناسبه. هلا اكثر من نوع ورد انت عم بتحط؟ كل ما زادت انواع الورد بيكون احلى الباقه ولا احلى؟ احلى احلى طبعا. ما حاولت مثلا انه على الكمبيوتر تطلع افكار تنسيقات ولا كله بيعتمد على خيالك انت؟ خيالي انت هو نفسها. الورد بده خيال.
حلو. شوفوا على السريع ما تحملت اشي. بتشتغل كمان اذا سالم بناخذ مثلا هاي ال يعني كم حلو الفكره. هلا احنا بنحكي نفسه اللي حاطط فيه الورد البوكس كثير بسيط كثير بسيط. اللي معي هون سالم ناخده هو كثير بسيط، بس شوف كيف الفكره اجت، انه حطينا الشوكليت في الوسط وحطينا الورد من الجناب، رغم انه يعني يمكن هذا لو شافوا الواحد البوكس ما بيخطر على باله انه ممكن يزبط لورد، بس هذا احنا بنفصل تفصيل، عرفتي كيف؟ في عندنا مشاغل مفصلة كمان. طيب انت مثلا شكل البوكس نفسه او الباكج انت اللي بتحدده كمان؟ يعني بتجيك افكار؟ بتجينا افكار برسمها للنجار وهو بيسويها. طبعا انا بدي اشكرك لانه انت او اشكر المحل شابة تشتغل يعني ضمن هذا المحل. بتفكر يعني انه تطور لك هاي الحرفه يصير في لك ان شاء الله الشغل؟ ان شاء الله ان شاء الله، لانه شغلك كثير حلو وبسيط. هو كل ما كان تنسيق الورد كثير بسيط كل ما كان احلى. مزبوط صح. هي زي ما حكيت بس بدها خيال شوي، بدها فم كمان شوي، بدها طولة بال صح؟ كثير. كثير حلوة، تعطيني اياها ركن اسود. كثير حلوة. كثير شوي. طيب، ناخذها شوي على الكاميرا. كيف هي؟ يعني ما اخذت معنا وقت كثير. يعني اقل من 5 دقائق، بس هو يعني بالكثير 10 دقائق تاخذ. بس يعني تمازج الالوان فيها متدرجة. البيج، الماخذين البينك، الابيض، الالوان كثير حلوه وبسيطه. هاي سبرينج كلر زي ما بيحكوا هلا، اللي هي ازهار الربيع. ازهار الربيع سبرينج كلر، ترى كثير حلو. هلا كل موسم او كل مناسبه بتحدد كمان شكل الورد، لون الورد. هلا في مثلا مناسبه الاعراس بده لون ابيض، معروف العرس بده لون ابيض احلى شيء. احلى شيء مو بس للعروس يعني، لا للمكان كله. كله يعني الحلو ابيض. مثلا الخطبه بنعملها انه الوان حسب لون فستان العروس، حسب القاعة اللي عاملين فيها، عرفتي كيف؟ هلا مثلا عيد ميلاد ممكن احمر، ممكن زهري، ممكن ابيض. هذا كمان بظبط. مثلا اذا في مناسبه مثلا اعراس او خطبه المكان بحدد، يعني بتطلع على اللوكيشن نفسه على المكان طبعا. بتشوف كيف هو اللي بحدد الالوان، شكل الورد، الشبر، كل شيء. بنطلع مكان بنشوفه احنا بنتخيل شو بدنا نسوي ونسوي. بتعرف انا اللي عاجبني في الموضوع انه انت بلشت في المهنه كثير بكير. وانا بشجع الشباب على هذا الموضوع، لانه كثير الشباب مفيد لهم انه يروحوا او يتجهوا لحرفه معينه. وغير هيك انه اللي عجبني في الموضوع رغم التنسيقات اللي كثير حلوه، انا اول ما دخلت الاستديو توقعت انه انت متدرب عليها او ماخذ دورات. فسالتك انه انت ماخذ، حكيت لي لا. يعني انا هاي ميول ورغبات شخصيه. انا بدي احييك لانه هذا شيء كثير مهم. بانه الواحد يطور يعني الموهبه اللي عنده. وشو بتفكر للمستقبل؟ شو بتعمل فيها؟ هلا مبدئياً هيك اللي قدام يعني بدها شوي شو اصعب شيء في هاي المهنه؟ فيش شيء صعب، ما في شيء. اللي بده يتعلم بتعلم. عجبتني في هذا التعبير. اللي بده يتعلم بتعلم. صحيح، اللي بده يتعلم بتعلم. بتشجع مثلا الشباب انهم يتعلموا هاي الحرفه ويدخلوا في هذا المجال؟ والله بشجع. مجديه كويسه؟ طيب ليه دائما الناس بتتهم انه الورد غالي؟ مظبوط ولا لا؟ هلا في مواسم مواسم مواسم. يعني مثلا هلا بالصيف بكون شوي رخيص، بس شتاء شوي غالي. هو له مواسم، بالصيف المضبوط كمان غالي. هلا شوي يعني رخيص ممكن لانه هسه الربيع وهيك،
انا في ورد في انتاج في انتاج ايوه اها الورود اللي من اللي بتنسقوها يعني اكثرها بتكون كله انتاج الاردن هنا مشاكلنا لا اغلبنا اغلبها بنجيبها من برا من هولندا طبعا معروفه في الازهار آه في الورود من هولندا يعني عندنا احنا مشكله في الورود اللي عندنا ككميه هو انتاج. شويه المناخ بس المناخ ما بيناسب هلا احيانا الناس بتشكي انه الورد ما بيدوم في البيت يدبل في نصائح مثلا اذا ناس جاب مثلا ورد كيف ممكن يطول اطول يعني وين نحطه شو مي بس مي بس بتعرف انا مره ايش سمعت وطبقتها وزبطت انه في البازه نفسها تاعت الورد حط شوي سكر يعني هي مزبوط. مش لكل الورد بس انا زبطت معي زبطت ولاحظت انه مده الورد طالت اكثر بعرف بس انه مش كل الورد يتحمل هيك مش كله لا. مكان اتجاه شمس لا اتجاه شمس لا ما بده شمس بيدبل بس بده شمس اضاءه عاديه اضاءه عاديه وتهويه بسيطه ايوه اها كثير حلو يعني وباقات كثير جميله ورائعه متميزه تختلف يعني عن الباقات الثانيه بانه يعني دخلت فيها الاشياء ملفته للانتباه ومثلا في الباقه اللي هون كمان اللي داخل فيها الخيطان الخيش الخيش كثير حلوه بسيطه هي كل ما كانت بسيطه بتكون احلى هي الشغله مش بالكبر هي الشغله بس شويه فكره بس بدها فكره بس بدها فكره الورود الالوان لايش بترمز اخر شيء ناخذ لون لون هلا الاصفر للغيره الاصفر للغيره الابيض هي زي ما تحكي الصفاء او النقاء شيء زي هلا مثلا الزهري عادي ما فيه له ممكن يزبط لاي شيء لا عادي ما ممكن يزبط طيب ركان يعني يمكن انا بدي اشكرك اكيد لانها باقات كثير حلوه افكار كثير رائعه الجميل فيها انها كثير بسيطه الورد فيها تنسيق كثير بسيط والباكج تاعها كثير بسيط بس في افكار انه احنا ننتجها مزبوطة. انا كثير مبسوطه بانه هي من وحي افكارك نفسك وانه طورت هاي الحرفه انا مره ثانيه بدي اشكر شابة لتنسيق الورود وبشجعك عليها ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. شكرا لك ركان الاسكندراني عفونا. اهلا وسهلا أهلا فيك. أهلا فيك واكيد ننتقل هلا لرند يا ناخذ فاصل مشاهدينا وبعد هيك ان شاء الله بنرجع للاستديو